عبد الرحمن ليه بقى لما بنسافر اي دوله اوروبيه او دوله عربيه بنلاقيش كلاب؟ مفيش كلاب، عندهم حيوانات تانية يا فندم. وبعدين هم ابتدوا هم بيعملوا التعقيم ده والتطعيم ده. انا عمري ما مشيت في دوله لقيت فيها دب بيعدي اللي انت ما حضرتك بس علشان يعني ماشي علشان الهند في بقره بتعدي البلد. بس مفيش يعني دوله بتعدي مثلا في لندن تلاقي دب نط عليك، مفيش كده يعني. روسيا هتلاقي كده وحتى ايوه في حتة معينه في روسيا. السعوديه عمرك مشيت في روسيا؟ في مناطق فيها قرود ده لازم تكون رايح بقى في الصحراء، في اماكن في الصحراء بتلاقي حاجات تانية. لكن انت ماشي في شارع رئيسي في دوله في مدينه في اي عاصمه هتلاقي دب نط عليك ولا تلاقي سلعوه نطت عليك؟ مفيش. لا بيحصل في الشوارع صدقيني، بس ممكن يكون مش في بعض المناطق الساكنية او جوه المدن، بس بيحصل في الشوارع اللي ما بين يعني ده لما تكون انت مثلا في مناطق في شارع اسيا جنب غابه جنب بتاع، بس عمرك ما مشيت؟ لا في ما فيش في المدن طبعا، في فرنسا لقيت نط عليك تعلم عمر ما يخش جوه المدينه. من الشارع ده مش هيحل الموضوع، هو التطعيم والتعقيم يعني، وده بناء على تجارب كل دول العالم. انا ما اعرفش الدكتور بيجيب معلومات منين الصراحه، بس انا بقول لك الحاجات دي احنا متخصصين فيها ومتطوعين فيها. يعني احنا من زمان بنطبق ده كمان على ارض الواقع في مصر. يعني المجتمع المدني الجهه الوحيده اللي طبقت المنهج العلمي ده في على ارض الواقع في مصر، ومن ضمنهم مدينه زي مدينه الشيخ زايد والغردقه والمعادي ومناطق كتير المجتمع المدني بيعقم ويطعم فيها من زمان، والمشاكل اتحلت. يعني كلاب، انا بقول لك والله انا عايش لما يكون في كلب في كلاب في لو في كلب سلوكه فعلا عدواني بس بجد، يعني مش كلام مرسل او مجرد خوف غير مبرر، في 400 كلب لو في كلب يأذي احنا اول ناس بنجري ناخد الكلب نحطه في الملجأ، ما بنتكلمش في الموضوع ده. لو في كلب فعلا اسباب يعني طلع سلوكه عدواني، في ناس ممكن يشوف كلب بيهوهو في الشارع على كلب تاني يقول لك ده كلب ما هو الناس عنده كذا. ما بتنامش ده بقى الوعي، ده توعية، دي توعية استراتيجية 30 و30 مش مجرد هوهو بس، هو الحالات اللي في المستشفيات اللي فيها عقر دي هننساها؟ يعني الـ 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 الام وابنها اللي كانوا في شارع مزدحم في السيده زينب، وده فيديو ممكن الاعداد يجيبه دلوقتي، الكلب جاي لا الابن كلمه ولا حد، الكلب جاي من ورا والاثنين ماشيين من ورا الولد عقره من رجله، ما حدش كلم الكلب ده خالص. احنا بقى اللي بنبقى في الشارع ثلاث ارباع ده فيديو موجود الاعداد يطلعه دلوقتي، الطفل هو اللي بيرازي الكلب او بيضايق ده ما رزهوش، وفي الاخر الكلب يا فندم ده ما رزهوش. الطفل ده نضربه، الطفل ده نعلمه الادب نشيله على طول، لكن الثاني اللي ماشي مسالم ده نجيب له حقه ازاي؟ دكتور احنا بنعرف بؤر السعار قبل ما انت انا برضو ما اتكلمش في السعار، ده احنا اللي برضو بنلخص الازمه في السعار. انا مش عنديش ازمه السعار ده، السعار ده اللي بتكلم على مشاكل اخرى عندنا. الكلب اللي عنده سعار هو اللي بيعض الناس يا فندم. انا مشاكل اخرى للكلاب الضاله ديت مش السعار فقط، السعار هو ليه بنحصل الازمه في الاستراتيجيه الدوليه لمقاومه السعار؟ ما هي اللي انا بحترمها بالمناسبه، اهم مشكله طيب. بالنسبه للعالم لا يا فندم. طيب ما هو يعني من الواضح ان احنا مش واصلين لحل، بس لا هو الحل احنا واصلين. انا كمواطن انا هو الحل هو انت كمواطن ليك الاولويه في الامان. يعني حل الشلاتر ده مش هيحل المشكله، وانا بقوله بناء على خبرتنا. انت شايف يعني اذا عبد الرحمن رايه التطعيم والتعقيم في الشارع اولا صحيا انا ما ينفعش اعمل عمليه في الشارع، ما ينفعش اعمل عمليه في الشارع. دكتور محمد قال ان رايه انه ده ما ينفعش ولازم الشلاتر، ثم بعد ذلك دي بيئه معقمه ولما الجرح يحصل له وتعمل العمليات التعقيم دي في الشلاتر. ايوه يا فندم بالظبط، ما هو عاملها في الشارع. حضرتك ده رايي، يمثل رايك الشخصي يا فندم. رايي ايه ده؟ انا طبيب، هو ينفع اتكلم مع يعني طبيب في علاج الضغط وتقول لي يعني ده رايك الشخصي؟ ده سؤال، ده سؤال مين يا فندم؟ ما ينفعش، انا هنا الطبيب المختص يا فندم. أيوة ما ينفعش ده رايك كطبيب ولا راي النقابه يا فندم؟ يعني ايه رايك انا طبيب ولا رايك النقابه؟ ده يفرق مع حضرتك ايه؟ كلام حضرتك ده بيمثل، ما يفرقش مع حضرتك. لا انا بالنسبه لي عشان بس انا بتكلم، لا يا فندم ما يفرقش مع حضرتك. يعني انا مثلا كلام رايي ده الراي الطبي السليم يا فندم. يعني انا بدي لنفسي الحق ان انا اتكلم باتحاد المصري لجمعيه الريف بالحيوان. لا يا فندم، انا عايز اعرف ده راي حضرتك، ده كرايك الشخصي ولا رايك كجهه؟ انا بنتكلم في امور عامه وكل الناس نفسها هتوافقني في اللي انا بقوله. احنا منتظرين اللجنه، لجنه الاداره المحليه في البرلمان تطلع لنا القانون، محتاجين حل اكيد نهائي للقصه دي. القصه دي بتؤرق الناس فعلا، عدد الكلاب في الشارع كتير، ممكن ما يبقاش عندنا احصاء دقيق، ولكن ما بين بقى التعقيم والتطعيم وبين ان احنا نعمل الكلاب شلاتر، ما يهمني الان هو الامان بالنسبة للناس اللي ماشية في الشارع رقم واحد. اتنين، ان ما يبقاش في اي اذية للكلاب، لا بالسم ولا بالضرب ولا باي ايذاء، ده اكيد. وحماية الحيوان، ولكن حماية الحيوان والرفق بيه والاساس والرفق بالانسان. انا عايزه امشي في الشارع امينه بصراحه، انا عايزه امشي في الشارع زي الشوارع اللي بره، والاطفال بالذات انا خايفه عليهم. زي شوارعنا زمان، زي شوارعنا زمان، ما زمان ما كانش فيه كده يا عبد الرحمن.
كان في كلاب برضه على فكره، مش كده كتير ولا كلاب كتير يعني، لا برضه لا لا يعني زمان كنا بننزل عادي يعني، طبعا ما كانش كده، الاعداد اه بتتكاثر بقينا 104 مليون مش عايزين يبقى عندنا 104 مليون كلب يعني كمان يعني. أنا بشكركم، سمعنا وجهتين النظر دكتور محمد سيف وأستاذ عبد الرحمن يوسف، ونخرج فاصل ونتكلم بقى في قضايا اجتماعية أخرى.